السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم، وشرف لي كبير أنه ألتقي بكم مرة أخرى وتكملة لمراحل التقاسيم، طبعا لموضوع مراحل التقاسيم مراحل التقاسيم. هسه حاليا احنا عندنا سبب عدم التقسيم عندك. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، وشرف الي الكبير، وننتظركم دائما بالدورات الموسيقية اللي هي اونلاين يعني عبر الانترنت مباشرة وياي، وحضوري في بغداد وياي مباشرة. رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو اللي يحب انه يتصل ويشترك. اخواني الاعزاء، سبب عدم التقاسيم هي اسباب كثيره. اولا عدم دراستك بصوره صحيحه يا من الاستاذ، لازم يبدي لك بالمقامات العربيه والجمل الموسيقيه المتكونه في كل مقام، واي مقام يكون قريب، وبالتالي انت راح تكون عندك نظره مستقبليه او حاليه لموضوع التقاسيم. فانت تتمرن على الاغاني، لكنك انت ما تتمرن على قضيه تقسيم تقسيميه لها امور. بالتالي هذا القضيه اللي راح تصير عندك، هذا راح يقودك الى انه تقوم تبدي تقسم. بعد ما يكون عندك تراكم بالجمل الموسيقيه تقدر تقوم تقسم انت وحدك، وهذه مشكله انا شايفها بكثير. التكمله للثلاث امور اللي تحدثنا عنها في قضية التشبيع، يعني مثلا احنا عندنا مثلا فلو نبدي مثلا بالبيات، والتمرين والخبرة والمدرس ويعلمك الطريقة كيف راح تكون تقاسم حتى أنت تنتقل، لأن هي قضية ملعب، القضية ملعب. وفوق كل هذا أنه أنت ما يكون عندك عجز، وفوق كل هذا أنه كثير من الأخوان يتصلون بي أنا بظرف شهر أصير عازف. ما أكو شيء ظرف شهر أنا راح أخليك تبدي تعزفوني، لكن بعدها هو هذا كله يعتمد يصب على تمرينك. احنا نريد اي شيء سريع، اي شيء ماكو شيء. فاتمنى انه تلتزمون بقضيه التشبيع والذهاب الى رقم واحد، التشبيع بالمقام تذبي تطلع النوب ورا تروح تنتقل الى مختلف. رقم نمبر 2 الذهاب الى مقامات مختلفه القريبه حسب ما الاستاذ يدرسك، تنتقل النوب. رقم 3 الرجوع الى المقام الاصلي اللي هو مقام، نقول لفرضا انت بديت ببيات انتي بيات. وتحياتي لكم ومع السلامه، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه انا حاضر. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.